السلام عليكم، كيف الحال؟ شلونكم؟ عساكم There's a طيبين. secret entrance to the هذه Warmind's مهمة bunker هي beneath the تستمر forgotten اسمها shore. سيتي فورمايد. Stop هذه the hive مهمة from reaching مهمة اريس Rasputin. اسمه اللي جاتنا تحديث التحديث. مش اخر تحديث اللي هو تحديث 1.1.1. سوري اتمنى هذه فهمته عندي مهمة من زمان، بس هذه شخصية سبق وحذفتها وسويتها مرة ثانية علشان اقدر العب النايت فول مرة رابعة. والريد القديم والجديد اللي هو ضد الناس و فرع في الأرض بارها. روح مع المهمة، شفت انها تحت. لان اغلب المهمات هي تكون فوق او تكون هذي الجهة لا تدرس. لا معليش. طيب But still fights to protect us. We cannot let Crota's army find a way around the war mine's defenses, or Crota's disciples will flood the earth. أحب أساعد الناس، بس مش اليوم. خلص مهمتي، بعدين أستقبل. أنا أسمع فترة طبعا أنا مش عارف إيش فترة مش نزيل اللي هي تكون أي كوكب في مهمة جانبية وتعطيك من 12 روتيشن الى 31 روتيشن للفاكشن حقك او فاكشن فانجارد او الكروسوفر. طيب طبعا جالس استخدم الفات برينجو فرد حبيب الكل. هذا فرد طال عمرك يجيك في البوت بجلاس على الهارد مود في بارت تملر ولو هو البارت الثالث في الريد بوت بجلاس، أو بالأصح نهاية البارت الثاني. لأن البارت الثاني لحسة شوي في أوراكلز وفيه تمبلر يجيك بعدها، بس يعطونك على جواز. أي جزء في الريد يعطوك في جواز خلاص انسى الجزء الثاني. والمهمة مش مرة صعبة وحاطها ليفل إذا ما خاب ظني ليفل 30 عشان آخذ XP أعلى، والXP يفيدني في تطوير أسلحتي. يلا طبعا معي فات برينجر. أقول لكم أسلحتي فاز بريمر حاطة أنلاك، ما تهديد الجديد ما أقدر أحذفه بالغلط. شوفوا ما أقدر أحذفه. هذه عندي بلاك هامر، هذا بلاك هامر الثاني توني مطورة آخر تطوير. وميزة البلاك هامر إنك إذا جبت ثلاث طلقات هيد شوت راح يرجع لك مشتك. وأوريكم إن شاء الله في الجيم اللي هذا اللي جالس أسوي. ما عندك القلهر حبيبة الكل، أقوى أربع جي في الشريط، وأشوف إن السلاح الفعال في الشريط هو مضاد الوحوش انا اسميه. وعندكم الايس بريكر هنا، طبعا هذا الايس بريكر الثاني لو تلاحظون مش مطور. هذا باش نون تايم توني طلعته اخيرا بدأت اتطور فيه. لو تلاحظون ان شاء الله لو تدققون اكثر في نهايه المقطع راح، طبعا هذا لايف كومنتري فما ادري ان شاء الله ما انسى. في نهايه المقطع راح ابدل عليه علشان الاكس بي يضاف على ذا السلاح وتفتح البركات، يفتح لي هذا البيت بدل اوه خرافي. ترى ماري لازم كذا سلاح فات فندر اذا تطلع هيد شوت راح يعشق بسرعة، فهذا اللي يخدمني فيه. وفي عنده خاصية الانفجار، اذا كان زحمة وجف راسه او اصبت على راسه راح ينفجر ويأثر على الحارة. بتهجم تهجم معنا. اوكي تبين تدرون جنبه
هنا هذا الجزء مهم في المهمة، أن نبحث الساحرات أو يسمونها وزر. طبعاً عندنا حمد الله أفضل أن نسمع وزر، وهذا المعروف أو المتداول عندنا. طيب خلنا نسافر. Something's wrong. طيب. والله something's wrong. طيب. ما أقدر أتحرك. كم من طاقتها؟ أحتاج أعرف عنها. لا زي نفسك. انتظر لين ما يرسبونهم. لا. هذه كاميرات أو نايتات. أوه في طقتها فيهم. طبعاً الهبنة هذه الدرجات تجيب الساعدة صراحة. طبعاً هذه ذخيرة تبين سبيشل وبن أو السلاح الثاني، والهبنة درجات السلاح الثاني عادة تنظمها فلاك أو أهبنة. طبعا ميزة هذه البابل في عندك تقدر تحط عليها ثلاث بركات، البرك الأول اللي هو أرمن أوف لايت هو يزيد طاقة تحملك، وفي طاقة اللي اسمها فور بلاسنج أوف لايت اللي هي تعطيك تعطيك طاقة إضافية، هذه تفيد نوعا ما. وفي عندك البركات اللي تضاعف الدمج أكبر بس لو نفرض أن الدمج حقك 100 يعطيك 200، فمرة مرة مفيدة بالذات عند الوحوش القوية أو الوحوش الكبيرة. هذا البلاك هامر. لأنه بعض الأحيان تتأخر في الطلقة وتطلق على نفس البابل هذه تسمع. انتبهوا يا شباب إذا شفتوا المقطع تحمستوا تبغوا تسوون. طيب إذا زرت هذه جاي الأورك أنا جاي الأوغرز معلش شو تهدى من جاي بطاقتي موجة وانا طالع فوق يطلق عليك كذا طلق على الموت بأي مكان مشهور. هذا الشيء اللي اخذته كودكس يعطيك 200 جرامر او اللي هي الفلوس اللي تعملون فيها في الشريط. The Crota's army is more powerful than I thought. We cannot rest. Now is the time to stop them from waking Crota's soul. طبعا الشيء اللي رمي هذا بتر ستير اللي في ديد اوربت. طبعا ديد اوربت لها 3-4 شدرات ولو عندهم سفينه غير الأسلحة اللي معهم. طبعاً أبرز ما فيهم هذا الشيدر، هذا جميل، وعندهم سفينة حلوة، وعندهم الخلاط عندي بس حاطه في البولت عندي
او المخزن اذا كان عندك اسلحه زايده تحطها فيها، وعندهم الفرد بس على حسب الخواص اللي في الفرد او البركات يبقى ناصر. اوكي، شكرا لكم على المشاهده.